ما ليسهلوها منذ البداية أو يصعبوها ولا يصعبوها. شكرا لكم أيضا لاعبان دوليان رفيق صيفي وناصر مقيدش. الشكر كل الشكر إذا لكم. سنلتقي بين الشوطين متأخرين عن الركب. طبعا الجزائريون خرجوا في عيد الحب وعيد المرأة وعيد النصر، وخرجوا في يوم مشمس، خرجوا اليوم في يوم ممطر وبارد، حتى الثلوج لم تثنيهم تلك التي تساقطت في كل مكان بما في ذلك هنا في ملعب البوليدة في جوار ملعب مصطفى شاكير في المحاذي لجبال الشريعة التي احتضنت بالأمس ثوار الجزائر كغيرها من الجبال والسهول والوديان والمدن والأرياف والقرى كذلك في كامل الجزائر. طبعا مقابلة مقاطعة